الماضية. احتش ممتاز الباس وفرصة الخامس، هدف خامس عالمي، هدف خامس عالمي، هدف خامس عالمي عن طريق المميز نواف في العابدي. لمن ستطلقها يا نواف؟ لمن ستمهدها وتهديها يا عابدي؟ 5-0 الهلال. ما عادش كلام، فماش كلام بعد الخامس، ما بعد كلام. 5 وخميس عليك يا هلال، 5 وخميس عليك يا هلال. 5-0، أول فريق يسجل خماسية من عام 67. لو يسجل السادس سيصبح اللقاء بالنتيجة الأكبر في تاريخ نهائيات ولي العهد. 6-2 هي نتيجة الاتحاد والاتفاق، يعني منطق آخر. 5-0 هي أكبر نتيجة في تاريخ النهائيات، ولكن لتصل لرقم الأندية 6 أهداف يلزم تجيب واحد آخر. شوف نواف برشا سرعة، برشا مهارة، برشا مهارة. استنى الحارس يطيح واسبي الكرة،